رحمه الله سبقت بها وقاسه فتجرأت بكلمة ما كان ينبغي أن أقولها لسماحة رحمه الله وقاعته وقدتها في مولة عشر سنة رحمه الله ما سمعت يقول الشيخ عن نفسه الذي أخبرك بأني أترك القضاء خائن لله ورسوله. إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ الأمة الإسلامية أسماء كبيرة من العلماء الأعلام الذين سطروا جميل الأمثلة وأروعها في تبليغ رسالة الإسلام وتعليم الناس الخير وتعليمهم أيضا أمور دينهم ودنياهم. ولما كانوا كذلك أعلاما وكواكب وأقمارا كان لابد لنا نحن من أتينا بعدهم أن نتعرف على سيرهم وعلى تفاصيل حياتهم كي تكون لنا وللأجيال من بعدنا قدوة ومثلا. وفي حلقات هذا البرنامج نحاول أن نطالع سير هؤلاء الأعلام، والشخصية والعلم في هذه الحلقة هو من قال فيه شاعر كبير: هو نادر في عصره، هو درة من ذا يقيس الدر بالأصداف. شخصية اليوم هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. تعالوا في دقائق هذه الحلقة نتعرف على شيء يسير من سيرة سماحته. إمام المسلمين لقيت خيرا، وكافأك الإله العدل برا، أقمت لدين أحمد ألف دار، تباهي النجم مكرمة وفخرا، وساعدت الأرامل واليتامى، بمالك لا تريد بذاك فخرا، دفعت عن العقيدة كل شر، وذدت عن الهدى ووقفت حرا، وقلت الحق لا تخشى مناما، ولا تحمي لغير الله صدرا، بزغت على الحياة هدى ونورا، وقلبا صادقا وسطعت فجرا. ولد الشيخ محمد بن إبراهيم في حي دخنة بمدينة الرياض في شهر محرم من عام 1301 للهجرة الموافق لشهر أغسطس من عام 93 و800 للميلاد. ولد سلمك الله ولد سنة 1311. أخبرني أخوه عبد الله الأكبر وأكبر منه، وقال من والدة الجوهرة رحمه الله جميعا إنها صائمة يوم عاشوراء يوم تلد. وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. عاش في أكناف أسرة توارثت العلم الشرعي، فكان منزل والده رحمه الله هو المدرسة الأولى قبل أن يبدأ في مشوار طويل مع العلم وطلبه. يقص علينا بعض أخباره، من ذلك أنه كان في أول أمره قبل أن يكف بصره يشتغل بالعلم وبالحفظ وبقراءة المتون قبل حفظ القرآن، فلما كف بصره قال له مشائخه: لا تقرأ في العلم حتى تحفظ القرآن. فقدي لبصره هو اللي أخبرني بالشيء هذا، يقول فقدت هنا بالسابع عشر بصره. ذكر لنا وذكر غيره أنه
وجد وأقبل على حفظ القرآن وحفظه في مدة قصيرة. ودخل عند الشيخ عبد الرحمن بن فيريج يمدح بالقراءة بالحفظ والتجويد، يقول آية من آيات الله بالحفظ والتجويد، يقول يكتب ويستمع للي يقرأ عليه. وكان يقص علينا كثيرا من أخبار دراسته وكذلك مشائخه الذين درس عليهم والذين انتفع بهم وانتفع بعلومهم، كوالده إبراهيم بن عبد اللطيف وعمه عبد الله وعمه محمد. وذكر الشيخ سعد بن عتيز علامة، وكل ما ذكره يا شيخنا فاضل العلامة شيخنا الشيخ العالم الشهير سعد بن عتيز. عبد الله بن راشد بن فرايض يقول آية من آيات الله بالفرايض، ويظهر عليه علمه وحلم صار يقسم الفرايض صار يدرس بالفرايض، عجيب معرفته للشيخ، يقول عالم بالفرايض، يقول آية كذب هالكلام، يقول آية ويقول هل لصرنا الحال من سألت عن فرايض والعشي. وقدوته في الأصل جده الأعلى الذي هو محمد بن عبد الوهاب، فإنه الذي ورث هذا العلم والذي قام بهذه الدعوة والذي نفع الله بمؤلفاته ونفع بدعوته. الشيخ محمد بن إبراهيم يعتبر صورة، الله يغفر لنا ولا يعتبر صورة متكاملة لما كان عليه آباؤه، يعني من الشيخ محمد بن إبراهيم، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ما بينهما من أئمة، ما حولهما من أئمة، الشيخ عبد الله بن حسن، كانوا هؤلاء جميع هؤلاء كان الشيخ محمد بن إبراهيم يعني يعتبر يمثل المدرسة الأولى طبعا، اللي من الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ محمد والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن حسن كان يمثلهم كأنهم هم المعاصرين. طبعا سماحة الشيخ رحمه الله وكذلك العلماء الربانيون ينقطعون انقطاعا كاملا للعلم، بمعنى أن همهم الكبير أن ينقل هذا العلم للناس. وبعد انقطاع الشيخ للعلم وطلبه في سنين عمره الأولى، كان كذلك حتى عام 39,300 للهجرة، عندما حصل أن اعتل شيخه وعمه عبد الله بن عبد اللطيف. الشيخ عمه عبد الله بن عبد اللطيف أخو إبراهيم شقيقه، يقول أن الشيخ يوم أنه مرض الشيخ عبد الله أنه سأله الملك عبد العزيز، قال الشيخ من تهدينا إليه وتشير علينا به من بعدك؟ قال أشير عليك بالشيخ محمد، ما يقول الشيخ كلهم، ما هو يقول الشيخ، هذا شيء مؤكد. قال أشير عليك محمد بن إبراهيم، هو اللي من الطلبة ومن العلماء اللي عندنا، هو اللي أشير عليك به. كان إمام المسجد الذي يعرف سابقا بمسجد الشيخ عبد الله، كان إمامه عمه عبد الله ابن عبد اللطيف، ولما مرض عبد الله رحمه الله أنابه يصلي به، ولما توفي عمه رحمه الله توقف عن الصلاة فيه، فسئل لماذا؟ فقال الذي أنابني قد توفي ولا يمكن أن مني أصلي به بعد وفاته انقطاع نيابته، فعند ذلك جاء الخبر إلى الملك عبد العزيز رحمه الله فعينه إماما وخطيبا
في ذلك الجامع في سنة 39، ومن ذلك الوقت اشتغل بالتعليم. اشتغاله هذا بالتعليم والتدريس في المسجد جعل منه موئلا ومقصدا لطالب العلم من الرياض وخارجها، وتحول هذا المسجد إلى ما يشبه الجامعة التي تحوي الطلاب باختلاف أشكالهم وألوانهم، وتقدم لهم العلم الشرعي من منبع صحيح. تدعو وقولك حجة وضياء. كان الرياض بالذات على عهد سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وفي مسجده يعتبر جامعة. كبار العلماء الذين تولوا القضاء وتولوا التدريس وتولوا المهام الكبيرة فيما بعد كلهم من خريجي هذه المساجد. أما التدريس فهو إلى من صلى الفجر أول عقب صلاة العشاء يجي عبد الرحمن محمد أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم حضر عليه ويقرأ عليه اللي دروس الصباح، هذا بالنسبة للفقه واللي هو بيتكلم عليه لأنه يشرحها كلمة كلمة مرة كل جملة يشرحها يتكلم عليها. أما المطولات لا ما يحق ما يجون يقرون عليه كور. فلما أصبح جاء على إنساننا في الشتاء الخوة، كانت الخوة قديمة الحدث عليها يمكن الخوة القديمة، استقبل القبلة تسند على عمود يحلقون عليه رحمه الله الطلبة والمستمعين. في الصيف بالذات يكون في حلقة خارج خارج البناء خارج السقوف، والشيخ عبد اللطيف في قاعة في زاوية أخرى في داخل المسجد، وتقام الدروس يعني كلها جثيا على الركب من بعد صلاة الفجر حتى ساعة من طلوع الشمس، وكلها هذه الدروس يتلقاها الطلبة. عادة يكون في حلقة الشيخ محمد ما بين 100 إلى 150 من طلبة العلم، والشيخ عبد اللطيف نحو ذلك. فطبعا هذا يعني هو السمة طلبة العلم والحركة الطلابية العلمية على هذا المستوى هي السمة الدائمة لهذا المسجد. فاستمر في التعليم بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وفي الضحى، استمر في ذلك إلا أنه أحيانا في الضحى يكون درسه في بيته يفتح باب المجلس ثم يتوافد إليه الطلاب والمستفيدون يستمعون على القراءة عليه، وكذلك أيضا يوضح ما أشكال من الجمل التي تمر عليه، كذلك أيضا ينبه على بعض المخالفات على بعض الملاحظات وبعض المخالفات. إذا صلى أحيانا صلاة العشاء ألقى كلمة تتعلق ببعض المنكرات وبعض الملاحظات وما أشبه ذلك. الشيخ محمد إبراهيم بيته ما هو بعيد عن المسجد، يعني عرف من جوار المسجد، المسجد الضخم الكبير كان هو إمامه، كان هو إمامه وكان في ذلك وهو قريب من بيته. كان يقرئ الناس علوم الآلة والفقه والفرائض واللغة العربية. ذكرنا أنه تعين إماما وخطيبا رسميا في سنة 39 بعد وفاة أمه رحمه الله. المسجد من ذلك الوقت تقام فيه الجمعة، ولم
لما تعين فيه إماما وخطيبا الجامع الكبير كان فيه قبله خطيب من كبار آل الشيخ، ثم بعد ذلك صدر الأمر بتعيينه خطيبا في ذلك الجامع الذي هو الجامع الكبير والذي عرف الآن بجامع الإمام تركي. لما تعين إماما وخطيبا في جامع آل الشيخ واظب على التعليم كما واظب على الإمامة، أدركنا خطبه في الجامع الكبير، كان رحمه الله يتقيد بخطب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المطبوعه الآن، أكل أن يخرج عنها، قد حفظ منها عددا كثيرا عن ظهر قلب. كان مسجد الشيخ فعلا بمثابة الجامعة، وكان ينال الدعم من الدولة السعودية بتشجيع الطلاب ومكافأتهم، وكانت لهم حوله بيوت وأربطة وغير ذلك من سبل التهيئة التي مكنت من تخريج وتأهيل طلاب وتلامذة بارزين. أبرز من تتلمذ عليه أعدهم لك الحين، هذا الأخ الشيخ فهد، وهذا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، وهذا محمد بن جابر قليل الشوف بعد كذلك. هذا لا بالنسبة ترى اللي ما حضرت ولا اللي قبلي، اللي قبلي كثير منهم بن حميد، هذا لا ما هم من جيلي، ابن حميد الشيخ عبد الله بن حميد هذا أبرز من اللي نعدها الحين، والشيخ عبد العزيز بن باز، عبد الرحمن بن فارس، عبد الرحمن بن سعد، سليمان بن عبيد، كثير، وهم ما ممكن لهم بعد قبلهم ناس، لكن هذا اللي يحضرني الآن ومن المشاهير اللي درسوا عليه، وأشهرهم كما تعلمون الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز، وهم تلاميذ له. الشيخ عبد الرحمن بن مزرن وتوفى رحمه الله، عبد الرحمن بن محمد بن مزرن هو أصله من الأسرة بن مزرن، وهم اللي تتلمذوا عليه، وعبد الله بن سعدان الجضعي، محمد بن عبد الله السحيباني. نعم. وهنالك أيضا عدد كبير من طلابه الذين درسوا عليه مختلف العلوم، أحصاهم بعض طلابه ومرافقيه فأوصلوهم إلى ما يزيد على 400 طالب ومحصل للعلم. وفي عام 730 للهجرة كان طلاب العلم على موعد مع التعليم النظامي الذي كان للشيخ الدور الأكبر في نشأته وتأسيسه. وأولا المعاهد العلمية هي بدأت بمعهد واحد وهو معهد الرياض، وافتتح في عام 1370، ثم افتتحت معاهد أخرى في المدن الرئيسية في المملكة، ثم افتتحت كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. كان رحمه الله هو رئيس كليات المعاهد العلمية، لكن هناك من يعاونه، هناك مساعد له، هناك نواب له، من ضمنهم معالي الشيخ عبد العزيز ابنه رحمه الله، عبد العزيز بن محمد، كان في فترة من الفترات في القضاء ثم انتقل للكليات والمعاهد،
ثم تولى أيضا إدارة الجامعة في أول تحويلها من كليات إلى معاهد، من كليات ومعاهد إلى جامعة. أيضا معالي الشيخ إبراهيم كان له معاون لأبي في مجال الإفتاء وما يتعلق به. وتتالى بعد ذلك افتتاح عدد من الدوائر الشرعية في البلاد، فكان عام 73,300 للهجرة هو العام الذي افتتحت فيه دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية، وقد تولى سماحته مهامها وإدارة شؤونها. وفي عام 76,300 للهجرة تم افتتاح رئاسة القضاء، وكان رئيسا لمدة عامين على شؤونها في المنطقتين الوسطى والشرقية قبل أن يتولى رئاستها في المملكة كاملة. وهو عقب ما تولى الإفتاء والقضاء صارت أعماله الحقيقة ثقيلة، ولكن الله مارس موقاته إلى منه جمه اللي يراجعونه قام يأخذ أوراقهم ومعاريهم ويحطهم بجيبه رحمه الله، ولا يرد أحد يقول هيت بالمكتب ولا هيت بوقت الأعمال، مرة يأخذها ويحطها بجيبه معاريهم. ثم إلى جنب البيت طلعهن اللي معه يقرأ عليه، حد سواء أنا أو خيري يقرأ عليه في البيت في محل مختصر ولا يدخل عليه أحد إلا بإذن، ما من داخل من حاشيته من خارج البيت، ولا منه طلعهن وقال هذه روحها للفتة، هذه روحها لرئاسة القضاء، هذه أرسلها للجامعة الإسلامية، هذه الرابطة الإسلامية رابطة العالم الإسلامي مكة، وكان يوزع وجاء جوعته عليها أرقام وتباعوها وهكذا طريقته. وإلى من جاء عقب المغرب هذه جلسة عامة مرة مفتوح الباب لمن هب ودب، عقب الأشياء يجلس مبارس الله بوقته، يجلس يعرض عليه الشيء المستعجل أو شيء للختم يبي يختم منتي بس بالختم يقرأ عليه ويختمه. عقب صلاة الفجر نادر إنه ما يجلس، يجلس ويجونه يوعدهم وعد يجون يجونه ويعرضون عليه أشياء بالبيت. ثم دار الإفتاء لها يومين ورئاسة القضاء لها 3 أيام أو 4 أيام، الإفتاء لها لأنها أخف أعمال، وكان أول كل ما جاءهم الإفتاء يأخذونه، وتالي قال اللي يخص القضاء والقضاءات لو هو عند الباب رجعوه يروح رئاسة القضاء لا تأخذونه ولا توردونه عندكم، رجعوه رئاسة القضاء. وخف عمل الإفتاء خف من القضاء، أما القضاء القضاء ثقيل، ويجلس يروح مبتسر هذا اليوم اللي يجي هم وكلهم يحضرون وقت مبكر، وهو يروح ما هو يتقيد بوقت دوام ما وقت دوام مبتسر مرة يمشي، ولا يظهر للناس عند الباب خابرينه يبي يعرضون عليه مشاكلهم ويتقبلهم رحمه الله، مرة يتقبل يروح ولا من هذا ذا الظهر جاء ذا الظهر جاء للمسجد عقب الظهر تلين شوي وليس بوقت طويل صار ما عند أحد، لأن كثير الأوقات يصير عنده يلجى أحد من المشايخ ولا الوجهة ولا أحد يعز عليه ويكرمه يصير عنده خادم هذا ما ينام. فلا منه صلى نام شوي ولا انتهى عقب صلاة العصر جلس لا معالي وإلا طلع الطلعة أكثر من الجلوس. وفي عام 79,300 للهجرة كان له دور كبير وسبق فريد في تأريخ التعليم في المملكة، وذلك عندما قام على افتتاح رئاسة تعليم البنات التي كان إيجادها قصدا لتعليم المرأة وتثقيفها في وقت كان
كانت تعد فيه هذه القضية من القضايا الحساسة عند المجتمع المحافظ. نعم، تعليم البنات كان من القضايا الحساسة، كان من القضايا الحساسة وخاصة في المملكة العربية السعودية، لأن بيئة المملكة بيئة كانت محافظة وكانت لم تتوسع في التعليم، وكان اتصالها أيضا بالعالم الخارجي اتصال محدود. بل حتى مدارس تعليم البنين، أنا أذكر في المدرسة الابتدائية التي التحقت بها أول ما فتحت في عام 1368، عدد من الناس يرفضون أن يلحقوا أبناءهم بهذه المدارس، وقد كان أبناءهم يدرسون في المساجد سابقا أو في نظام الكتاتيب. بل حتى دار التوحيد حينما انشاء الملك عبد العزيز رحمه الله في الطائف، وكان حريص على أن يأتي طلاب من مختلف مناطق المملكة وبخاصة المنطقة الوسطى ويذهبون لها، كان بعض الطلاب يهربون أو يختفون حتى لا يقع الاختيار عليهم ويؤخذون ليدرسوا في هذه المدارس النظامية. فالحساسية كانت موجودة في التعليم البنين قبل تعليم البنات، فكيف بتعليم البنات؟ كيف توجد مدارس وكيف يكون دراسة نظامية؟ كانت مشكلة. طبعا الرأي الشرعي هنا له تأثيره، العلماء لهم تأثيرهم، ولا شك أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن معه من العلماء كانت لهم كلمتهم في أن يبينوا للناس بأن هذا لا يتعارض مع شريعة الإسلام، بل مما تحث عليه الشريعة، وهو تعليم المرأة وخاصة ما يتعلق بأمور دينها. كم كنت في الإسلام طودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء، في الله في الإسلام كنت مناضلا تنفي الردى وتسوءك الفحشاء. ورغم هذه المهام الكثيرة والكبيرة، إلا أنه تمكن بفضل الله من إدارتها وتسيير أمورها، وكان إلى جانب المهام الرسمية التي يقوم بها ذو شخصية نادرة وصفات قلما وجدت في رجل أثقلت كاهله أعباء المسؤولية. وعند الجلوس مع من رافقه أو تتلمذ على يديه أو كانت له به علاقة، علمنا أنه رجل نادر وعالم فريد. فبالإضافة إلى طلابه وأصفيائه ومرافقيه الذين التقيناهم، التقينا عددا من الذين يتجرون في الحي الذي ولد فيه وفي أسواق دخنة تحديدا بالقرب من مسجده، وذكروا من سجاياه وحسن صفاته وجميل أخلاقه وسعة علمه شيئا كثيرا. بل إن كثيرا منهم اعتذر عن الحديث لنا خوفا من التقصير في حق سماحة الشيخ، أو خجلا من قول كلام في رجل يرونه أكبر بكثير من أن يتحدثوا عنه. ولم نعدم أن نعرف من تلاميذه ومرافقيه شيئا عن بعض صفاته وسماته التي تحكيها كثير من القصص والمواقف معه. والله يا شيخ لو حدث يومين كاملة ما أعطي حق لا أنا ولا غيري. أجب له الله وكذلك آباءه وأجداده على الأخلاق الحسنة، فكان يستقبل الزوار بفرح وسرور. سماحة الشيخ رحمه الله وهبه الله من الصفات ما يندر أن توجد في غيره، من أهم هذه الصفات التأني، الصبر، تحمل المسؤولية العظيمة، بعد النظر في معالجة الأمور، يعني يفكر في العواقب، يوازن بين المصالح والمساوئ، ينظر للقضية من جوانب عدة. قد يأتي إنسان ويأخذ مثلا حديث أو آية بشكل جانبي لكن لا ينظر للجوانب الأخرى التي ينبغي أن ينظر إليها. سماحة الشيخ رحمه الله
على قدر حرصه بالمصلحة العامة وحرصه على تحقيق العدل واستقامة أمور الناس كان يتأنى، كان يتأمل الموضوع، كان يستشير من حوله، كان لديه أشخاص يثق فيهم يكلفهم بمهمات يتتبعون بعض القضايا وبعض الأمور، كان حتى في معاملته للناس لو صدر من بعض الأشخاص أو من بعض المتسرعين أو المتهورين بعض الكلمات التي قد يكون فيها لا تناسب مقام الشيخ، مع ذلك كان يصبر ويتحمل ويترك هذه الأمور. أذكر جاءني واحد طالب علم متخرج من كلية شريعة عام أظن 80، نعم 80، وكنت أنا دائما في آخر الدراسة في آخر العام الدراسي أوقف الدرس، خصوصا طلاب السنة الرابعة اللي يتخرجون، أوقف الدرس وأخلي الطلاب هم اللي يدرسون، على أساس إذا درس أمامي أعرف مقداره العلمي، معرفته، موقفه، صلاحية للقضاء، فنفسي أنا صلاحية للقضاء، صلاحية للتدريس، صلاحية لأعضاء الإرشاد، وإذا كان يصلح لواحد من دول أين يكون؟ هل يكون مثلا في الرياض أو يكون في كذا؟ بمعرفة البلاد. فجاءني وكان الطلاب يظنون أني أنا أبلغ الشيخ بالمتعين غيره، وكانوا يدعون أنهم ما يحرصون على القضاء، وكانوا يتهموني أنا بأني أنا اللي أبلغ الشيخ عنهم عشان يصيروا قضاء. فجاني واحد وهل التقاعد طبعا وأنا أعرفه معرفة جيدة، أعرف أهله من أهل القصيم، وقال ودي تأخذ لي موعد مع الشيخ محمد إبراهيم. قلت له أبشر، متى؟ قال بعد الصلاة العشاء. طب هو يجلس بين المغرب والعشاء؟ قال لا، أنا ودي أنفرد بين لحالي معك. فقلت له أكلم الشيخ، فذكرت للشيخ الله يغفر لنا وله، وقلت له أني واحد من طلبة العلم حريص على أن يجلس معك جلسة خاصة بعد صلاة العشاء. قال لا بأس، تجون إن شاء الله بعد صلاة العشاء. فجئت بالطالب هذا المتخرج وأنا ما دريت عنه ولا كنت حتى أشرت إلى أن يكون قاضي ولا غير قاضي، يعني ما تكلمت عنه عند الشيخ، لكن ظن لما طلب للقضاء من الشيخ وظن أني أنا السبب، فطالب مني أنا أني أنا أقربه من الشيخ. فلما دخلت على الشيخ أنا قلت له هذا الشيخ فلان تخرج من الكلية السنة، وهو أبوه كان قاضي كبير في القصيم، أبو هذا الطالب ده من طلبة العلم المشاهير. فلما دخل وجلس بل يا شيخ الذي أخبرك بأني أصلح للقضاء خائن لله ورسوله. فقلت في نفسي تأبط شرا، يعني حملته أنا اللي يطعن علي هذا الطعن، ظني أني أنا الذي اتهمت الذي بلغت عنه. فلم يرد الشيخ، بل أقول لك يا شيخ تراني رغم تخرجي من كلية شريعة والله أكثر مسائل الزاد لا أعرفها، يعني لا تغترون أني متخرج أصلح للقضاء، ترى أني أصلح للقضاء، أنا أكثر مسائل الزاد لا أعرفها. فقال الشيخ أنصت قليلا وقال يا ولدي هذا اللي رغبنا فيك وفي مثلك، إحنا ما نبي قضاة أئمة يعني في أعلى درجات طلبة العلم، نبي اللي يمشون حالنا عشان ما نحتاج أحد من يمين أو من يسار، نكتفي بمتخرجين من الكليات والحمد لله عسى الله يعينكم إن شاء الله، واللي رغبنا فيك إنك ما أنت بحريص على القضاء. فسكت الطالب قليلا الشيخ هذا قليلا، ثم قال يا شيخ تراك خائن لله ورسوله إذا عينتني قاضيا. طبعا أسوأ ما يسمع لأن يقل عالم كده، وخصوصا من الشيخ محمد، الشيخ محمد يهابه الكبير مع حبابته ودماسة خلقه وحبه وتكريمه لأهل العلم. لما أنا طبعا يعني كأني فوجئت وانفجعت لما سمعت هالكلام، فأفرقت ماذا أقول، بس فرفع الشيخ راسه بعد شوي وقال يا ولدي باكر، بعد ما قال كده باكر تراجعني في رياسة القضاء، كانت تسمى رياسة القضاء كانت في دخنة، تراجعني في رياسة القضاء وفي الحال أصدقبت عين مفتش. واستمر مفتشا إلى أن أحل التقاعد يمكن من كم سنة، كان حوالي قريب الثلاثين، أكثر من 30 سنة قطعا اللي هو صار فيها في القضاء. هذا مثال من الأمثلة.
عن الشيخ وحلمه ودماس أخلاقه وسلوكه وتقديره لأهل العلم وصبره. يعني ليس أحد في يمكن أن يقام في صفه من حيث العقلية الكبيرة والفكر العميق المستنير. يعني هو رجل ربما بعض الناس يعتبره ربما منغلق أو شيء من هذا القبيل، هو بعكس ذلك تماما، رجل منفتح، رجل حكيم. وفقته 18 سنة رحمه الله ما سمعت يقول الشيخ عن نفسه. مرة واحدة جاء واحد من وجهاء الخليج صار ضيفا عليه، لأن اللي جاء من رجال الدينين وهم من وجهاء لكن دين، وقال اتصلنا على الفندق. اتصلت على الفندق ولا اللي قال من تتكلم من الشيخ محمد بن إبراهيم. راحت عن باله كلمة الشيخ، أخذها كلمة. قال من أنت؟ قال محمد. قال محمد إيش؟ قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. ردها عليه مرتين ولا فهم. راحت عن ذهنه ذا يوم أقول كلمة الشيخ محمد. قال المفتي عرفها يوم أنه نزل التلفون، هذا يوم التلفون القديم ذاك أبو هندلي، يوم نزل السماعة قال الله هذه جبريل على هالكلمة. شف كلمة المفتي، قال الله هذه جبريل على هالكلمة. هذه يوم من الأيام بعد أن انتهى من الصلاة وألقى درسه في الصلاة، خرجت بعد خروجه من المسجد معه وطلبت منه كتابا من الكتب المهمة النادرة، قد كان مستودع الكتب مرتبطا بسماحته، ومستودع الكتب كان الملك عبد العزيز رحمه الله وكذلك الملوك من بعده الملك سعود والملك فيصل يطبعون كميات من كتب العلم سواء في العقيدة في الفقه في التفسير في الحديث، هذه الكتب توزع على طلاب العلم، وكنت محتاجا لكتاب من الكتب المهمة، فطلبته من سماحته واعتذر رحمه الله بلطف كأن الكتاب غير موجود، فقلت له أن صرف الكتاب اليوم لفلان يعني أحد المشايخ، فقال لي رحمه الله سبقك بها وكاشة. فتجرأت بكلمة ما كان ينبغي أن أقولها لسماحته رحمه الله ومكاته، فقلت هذه قصة وكاشة تتعلق بالجنة وبدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني سهل وهو طلب كتاب. فتبسم رحمه الله ووقف بتواضع وبلغ المرافق له في ذلك الوقت أن يبحث عن هذا الكتاب بأي وسيلة ويسلم لي نسخة منه. بالفعل تم تسليم الكتاب، وطبعا هذه مواقف تؤثر على الإنسان لأنها تظهر أمام الإنسان شخصية حريصة على النفع الآخرين وليست تعمل في عملها مجرد روتيني. كم كنت في الإسلام طودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء، في الله في الإسلام كنت مناضلا تنفي الردى وتسوء كالفحشاء. كنت في الإسلام طودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء. وكان رحمه الله إلى جانب ما حباه الله من صفات عظيمة وكثيرة كان يتميز بتقديره للعلماء والذب عنهم والوقوف إلى جوارهم. هذه أيضا من الصفات الكريمة التي كانت فيه، أنه كان يعني يحمي العلماء ويعني يدافع عنهم ويكون معهم. نعم، ما رأيت أحدا في هذه المملكة يكرم أهل العلم أكثر من الشيخ محمد إبراهيم، ثم يليه الشيخ عبد العزيز بن صالح.
إمام المسجد النبوي كان متمثلا به في كثير من السلوك والأخلاق. مثال وأذكر كنت جالسا قريبا منه وجاء الشيخ عبدالله بن حبيب وهو من تلاميذي بس، وعندما أقبل على باب المجلس غمز الشيخ عبد العزيز الشيخ وقال له ترى الشيخ ابن حميد جاء، فقام وهو كان يعني الشيخ الله يغفر له يعني عنده جثة يعني وسمنة بعض السمنة وهو في قريب السبعين في ذاك الوقت سنه حوالي السبعين، فقام تححر وقام بسرعة عشان يستقبل الشيخ قرب الباب. هذا مثال من الأمثلة. طلاب العلم حتى وإن اختلفوا معه يقدرهم ويحترمهم ويدافع عنهم ولا يترك فرصة للآخرين لينالوا منهم حتى وإن كان بينه وبينهم خلاف. كذلك أيضا مواقفه مع أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد علم بأنه يغار عندما تحدث بعض المنكرات، فإذا راجعه أهل المسؤولين تنزل على رغبتهم وقام بما يستطيعه من المراجعات في تمكينهم وإعطائهم الصلاحيات لهم. يقول ما لم تبعه لأن بلغني ما هو كذا وكذا شيء ما يرضيه إيه ولا ندعي له، أنا ما لم أصرح به، لكن ما قلت لكم ولكن ما يعلم يقال وإن ما لم تبارحه فهو يقوم به، لكن ما هو يقوم علن يقوم شهر بمخطي ولا شهر بالإنسان اللي حصل من خطأ سواء عن قصد أو عن غير قصد، إنسان ما عن غير قصد فهو نبهه ولا نبهه ينتبه، وإنسان ما هو قصد يجيبه ونبخه. طبعا هذا شيء معروف ومألوف عنه من أغير عباد الله في زمانه على حرمات الإسلام وعلى تجنيب المسلمين الوقوع في براثن الشرك أو البدع أو الخرافات أو مخالفات ما يمس عليه الكتاب والسنة. اقترح على الملك أن يقوي أجانب الهيئة وكان بعضهم حاضرين، فصرح الملك سعود وقال نحن نقدرهم ونعرف فضلهم علينا وعلى الأمة، حتى قال أني قد أذنت لهم وأرخصت لهم في كل ما يقدرونه أو في كل ما يفعلونه وينكرونه، حتى صرح بقوله عصاكم سيف، يعني أنكم لكم أن تغيروا بما تقدرون عليه. كما كان الشيخ رحمه الله ذا مكانة ومحل تقدير عند أولياء الأمور في البلد، ابتداء بالملك عبد العزيز ثم الملك سعود ثم الملك فيصل رحمهم الله جميعا. الصلة بالملك عبد العزيز كانت قوية لأن طبعا كلهم يحترمونه، وأنا أعرف كبار سعود كانوا إذا سلموا عليه هم يقبلون رأسه وهو يقبل رؤوسه. علاقة الملك فيصل طيبة، والملك فيصل كذلك رجل، الملك فيصل تقدير الخاص والعام. أنا عرفت الملك فيصل أروح معه لما يوم منه ولي عهد وعقب ما صار ملك، الرجل ما تغير بشيء أبد، لا مجالسه الملك فيصل، وإذا جاء يقدره ويقابله ويقبل رأسه. مرة إذا قالوا هذا الشيخ
الخطاب اللي عند الباب رحمه الله، وهو بالباب الخارجي باب المجلس، يقابله ويقبل رأسه ويمسك يديه لين يجلسين. هذه طريقة أنه رحمة أبات الملك فيصل. كانوا يثقون ثقة كبيرة في سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ولذلك كان حريصا على المصلحة العليا للدولة وللمجتمع. وأذكر أن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز كان يتحدث معي في موضوع، وكنت أتحدث معه في موضوع، وذكرتها ما أشرت إليه آنفا من قول الشيخ محمد المفروض أن تكون الدعوة آخر من يكتب في هذا المجال. فقال الأمير سلمان: شفت لما أقول لك أن الشيخ محمد رجل عظيم؟ قلت: طبعا أنا أعرف هذا من قديم، وأنا من تلامذته اللاصقين به أيضا، وأعرف أنه رجل عظيم وعقلية كبيرة وفكر مستنير. الله أكبر، كنت نور مجالس يهدي العقول بعيدها والداني، كنت الإمام لكل طالب سنة أو مستزيد من هدى الفرقان أو باحث ما قال أرباب النهى في الفقه والتوحيد والتبيان، حتى لسان العرب كنت مجليا في علمه من قبل كل لسان. وكما سطع فجر الشيخ وأشرقت شمسه، جاء القدر الذي يؤذن بغروب هذه الشمس ويحكي انطفاء ضوء من أضواء العلم والإمامة. يوم خرج بروح رئاسة القضاء ما دام جفن أنا وياه الصالة داخل، وشفت وجهه ما هو طبيعي، ما هو على العادة. قلت: أنت سهران البارحة ولا؟ قال: وش أنت شايف؟ قلت: ما أدري، وجهك ملامحة ما هي على العادة. سكت وانصرف للبيت. يوم جو قال لي: الله أعلم أنه صحيح الكلام هاي، نمشي للمستشفى، مستشفى الشميسي. دخلوا ودخلوا وهجر عليه فحوصات، قالوا جلس عندهم، جلس عندهم رمضان وبشعبان. يوم جاءت حر لي الهلال ويجي، اسمحوا لها الأطباء يجي ويرجع إلى من انتهى. جاء رحمه الله ويوم انتهى رجع للمستشفى، زارها الملك فيصل برمضان وهو صايم. سعيد الرباح هو مدير مستشفى الشمالي في هذا الوقت، أظن أصل فلسطين أو مدري وشو، بس إنه سعيد الرباح. نزل مع الملك وياه الحالة بالمصعد، فاستنكرنا معه ورجع، استنكرنا انفراده ويا الملك ونزولهم حالهم بالمصعد. يوم وصل الملك فيصل أمر بترحيله لندن، كتب تقرير عند الأطباء وراح. بس من هذا طائرة بريطانية ولا تجي للرياض من جدة، ومن جدة راتب رحمه الله وراح لندن، بقي بلندن أيام، صار كل يوم أرجع من اللي قبله مع طبيبه، أرجع من اللي قبله. أخيرا أغمي عليه، دخل بغيبوبة رحمه الله. جي يوم جي حنا مساء الخميس ليلة الجمعة، رحنا نبي نقابله بالمطار. الملك فيصل عنده خبر لكن ما علم ولا ريال يجون للجلسة. الملك فيصل مرتب للجلسة كل خميس القصر بالديرة، لكن ما علمهم انه بيجي، وقلت له بيجي بيومه بس طارين عن حالته، ولهم عارم طاريه بالمجلس. رحنا نبي نقابله
يوم وجهت الطائرة طائرة صغيرة ولهم الأمير سلمان راح ولا معهم إسعاف. يوم شفنا الإسعاف والأمير سلمان وقف عند السلم لهم نزلوا على نقالة حتى حنا انصرفنا وجينا رحنا البيت يوم جاول ولا بغيبوبة. بقي بهالحالة أيام زار الملك فيصل بنفسه وزار الأسرة بعض الأسرة موكب زار بعض الأسرة وزار المشايخ واللي جاء من القصيم واللي جاء من الحجاز كل المشايخ كلهم زاروه وهو بغيبوبة وعياله يسمحون تقدير لهم ولا ما هو بحالة زيارة وهو بالحالة هذه رحمه الله. بقي إلى 24 رمضان يوم الأربعاء الموافق 24 رمضان الساعة 4 غروبي صباحا ولم توفى رحمه الله. انشر الخبر أخبر عبد العزيز رحمه الله ولده الأكبر أخبر الملك أنه توفى رحمه الله ولم يصلون عليه الظهر يجهزون يصلون عليه الظهر صلاة الظهر. الدوائر كلها والحكومية وغير الحكومية والأفراد واللي درى اللي بلغ الخبر ولو منها ودس في السراء مرة شارع الظهيرة وشارع آل سويلم جميع الشرع اللي تصب بالصفات سابق اللي تقالها الصفات أول اللي بها المسجد الحين مسجد الإمام تركي بن عبد الله اللي صار عليه كانوا يجون يمشون رجل خلوا عاد الملك طيب مفتوح له طريق الملك فيصل كانوا يمشون رجل تركوا سياراتهم وقفتهم في الشرع وجاء أحد ندرك الصلاة عليه بعد تأخروا اللي صلى عليه ابن باز رحمه الله تأخروا شوي انتظارا للناس صلوا عليه يوم صلوا عليه رحمه الله ظهرنا للمقبرة كناس صلوا عليه تبعا بس أول من صلوا عليه جماعة اللي صلى بهم عبد الرحمن بن حارس على القبر. وكنت موجودا أنا في نفس في أثناء دفن سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. كان الملك فيصل رحمه الله واقفا في المقبرة حتى انتهي من دفن سماحة الشيخ. كان الشيخ عبد الله بن حميد يذكر بعد التراويح في المسجد الحرام في تلك الليلة التي جاءه الخبر أخذ يتكلم على الموت وعلى قبض العلماء وعلى المصيبة بوفاتهم. استفتح كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر خادم اللذات الموت، ثم عرض بوفاة الشيخ رحمه الله. وكان في ذلك الوقت هو رئيس الإشراف الديني بالمسجد الحرام أمر أن تصلى عليه صلاة الغائب بعد الجمعة التي تلي وفاته. لما صلينا الجمعة أعلن ذلك المؤذن الصلاة على الغائب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فوجئ الناس لما سمعوا بوفاته. أنا كنت في نفسي أكرر أقول يا ليت عمري بيدي، لو كان حياتي بيدي يعني ما موتي وأستطيع أمنح منها جزء للملك فيصل وجزء للشيخ محمد إبراهيم، يعني لو كان اللي عنده قدرة أموت أنا
ويؤخذ من عمري ليعطى جزء للملك فيصل وجزء للشيخ محمد إبراهيم، ما يعني كنت حريصا أشد الحرص عليهما. إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، يعني كم جبل. وأنا وصفت عندما مات الله يغفره، أرسلت برجاء الملك فيصل أعزي فيه، قلت وما كان قيس هلكه كواحد ولكنه بنيان قوم تهدم. غفر الله لنا ولا لا شك أنه ترك فراغا كبيرا على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم الإسلامي لعلاقته الوثقة بمختلف البلاد الإسلامية وصلته بعلمائها. نقول رحم الله شيخنا محمد بن إبراهيم، رحمة الله على الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله واسكن فسيح جناته، اللهم اسكن الفردوس الأعلى والدي ووالديكم المسلمين، الله يغفر له، الله يغفر له ويرحمه. ونعم الرجل، نعم الرجل، ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصافي، فلشد ما كان التأثر والأسى يغري العيون بهاطل وكافي، حملوك أعناقا لأنك منهم كالرأس من جسد ولا تخلافي، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف. السلام عليكم. ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصافي، ولشد ما كانت تأثر والأسى يفري العيون مهطل وكافي، ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصافي ولشد ما كانت. بهذا انتهت حلقتنا، كما انتهت حياة هذا الإنسان وهذا العلم وهذا الرائد من رواد العلم وتعليم الناس الخير. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى بكم في حلقة جديدة نتعرف من خلالها على حياة إنسان وعلم من أعلام الأمة الإسلامية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنك منهم كالرأس من جسد ولا تخلاف، وعلى شفير القبر فضلك ودعوا لجوار ربك في النعيم الصافي، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف، ولشد ما كانت تأثر والأسى يفري العيون مهطل وكافي، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف، ولشد ما كانت تأثر والأسى يفري العيون مهطل وكافي، ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصف